حطه فين فين؟ ايوه اهو، مكتوب عليه سر للغايه. نفتح بقى ونشوف. ايه ده؟ طريقه عمل مكرونه بشاميل غريبه، طريقه عمل الرقاق باللحمه. الله، في ايه؟ طريقه عمل كريم كراميل. ايه ده؟ هو في ايه؟ انا كنت عامل لك مصيده يا سعيد، وكنت عارف انك هتيجي زي الحراميه من على المواسير عشان تسرقني. وزي ليه؟ ما انت حرامي اهو فعلا. هو طبيعي ان انا اجي يعني، انت مخونني ومديني المكونات الغلط للفيتامين. ايه بتشتغلني؟ انا قلت ان مبدا عندي اني لا اثق في اي بني ادم، والحمد لله كان عندي حق. نظرتي ليك ما خيبتش يا سعيد، كنت عارف انك هتعمل كده. ما تحاسبنيش يا بروف على رد فعلي، حاسب نفسك الاول على اللي انت عملته معايا. ايه يا كلمه؟ يطلب لك البوليس دلوقتي واتهمك بالسرقه؟ يا ما شوفش وشك تاني ابدا. قلت ايه؟ ايه ده؟ انتوا مين وعايزين مني ايه؟ بس ولا حركه ولا نفس، اي كلمه تانية هنضربك بالنار. الامانه معايا. الو، لو سمحت، هي مش الشرطه في خدمه الشعب؟ ايوه. طيب يا فندم، انا كنت عايز ابلغ عن شخص خطير جدا اسمه بروفيسور جعفر. ايه سبب البلاغ؟ شخص معتوه يا فندم، بيوهم الناس انه معاه دكتوراهات وابحاث، وهو اصلا ساقط اعداديه. يعني بلاغ بتزوير اوراق رسميه وانتحال صفه قصدك يعني؟ لا كده هيخلع منها بسهوله. لا يا فندم، ده الموضوع خطير. البروفيسور جعفر ده عنده معمل بيصنع فيه قنابل ومتفجرات، ولا استبعد ابدا يا فندم انه يكون متعاون مع الجماعات الارهابيه لتنفيذ مخطط الفوضى وحرق البلد وقتل الابرياء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه يا جعفر مالك؟ عامل كل الاختراعات دي ومش عارف تعمل دواء يمشي الكحه دي؟ حصر المكان. ايه الاصوات دي يا عطر؟ انت مش شغال في الاكشن ولا ايه يا ولد؟ كل اللي في المعمل يسلم نفسه، المكان كله محاصر. الحق يا بروفيسور، الشرطه محاصره المعمل. سلم نفسك يا جعفر، سلم نفسك يا جعفر، احسن لك واخرج من المعمل وايدك ورا ظهرك. عملها سعيد الخسيس. محي انت فين؟ انا في الطريق يا لودي. فين يعني تحديدا؟ مزنوق رابع ورف في اخر كنبه في ميكروباص، وسبحان الله نسخه من عربيه تكريم الموتى، رايح لعمتي يا ستي. لا سيبك من عمتك دلوقتي وتعالى حالا. ده في ايه يا لودي؟ قلقتيني جدا. استاذ فؤاد صاحب المطعم في غيبوبه من الصبح وشكله كده بيودع، تعالى لي بص عليه البصه الاخيره. يا خبر، لا 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 انا جاي حالا. ايه يا لودي، مستر فؤاد فين؟ هنا اهو في الاوضه دي. هابي بيرثدي. كده يا لودي، حرام عليك، ده انا قلبي وقف. كل سنه وانت منور الدنيا كلها يا محي. خفت عليا يا محي؟ لا خفت على المطعم الصراحه، ما هو اكل عيشنا برضو. كل سنه وانت منور الدنيا كلها يا محي. وانت طيبه يا لودي، كلك ذوق والله. انت لو مثلتي مع رامز جلال هتكسر الدنيا بمقلبك دي. كل سنه وانت طيب يا محي. يسرى، وانت طيبه يا يسرى. انا مش عارف اشكرك ازاي بجد. اكيد انت صاحبه فكره عيد الميلاد مش كده؟ لا بصراحه دي فكره لودي. يبقى انت اكيد صاحبه فكره المقلب مش كده؟ لا برضو دي فكره لودي. يبقى انت اكيد صاحبه لودي مش كده؟ كل سنة وانت طيب يا محي. وانت طيب يا دكتور عدمة، يا أعظم دكتور نفسي مشهور جدا في العيادة بتاعتك. بس يا أخي طب بحبحها شوي، حتى أقول العمارة يا سيدي، انفخ في صورتي حبتين كده. والله يا دكتور انت مدلعني وحبيبي والله، وجايب لي تورتة كمان. اللي أقول لي بصراحة، دي أحلى ولا تورتة عيد ميلادك في المطعم؟ الله يخليك يا دكتور عدمة، ما تفكرنيش باليوم ده، أنا استغربت قوي. تخيل لودي زميلتي هي اللي حضرت عيد الميلاد وجمعت الناس وجابت التورته وعملت المقلب، ويسرى اللي انا بقعد كل سنه احضر لها مفاجاه عيد ميلادها ولا كانت فاكره اي حاجه. البت لودي دي بتحبك على فكره. لا يا شيخ بجد؟ اشتري مني. بتحبك بس انت مطنشها،
ومركز مع يسرى. يا دكتور أصل لودي دي تيجي إيه جنب يسرى؟ يسرى دي صوتها حنين قوي، ولا ضحكتها يا دكتور ضحكتها كده تحس إن السما بتتفتح لك، ولا عينيها يا دكتور يا خرابي على عينيها تحس إنها كوكتيل بين عينين ليلى علوي وشرير رضا، حاجة تجنن. لا 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 جرايا يا محي، ما تهدى شوية كده يا حبيبي. لا لا ما تأخذنيش يا دكتور، معلش أنا بس اندمجت شوية يعني. لا 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 فوق لي كده وصح صح، لسه ورانا شغل كتير قوي. لو انت فعلا بتحب يسرى عايز تتجوزها، لازم يا أخي تتعب شوية عشان تثبت لها انك بطل زي ما اتفقنا. وانا عرفتلك انت ازاي هتبقى بطل يا محي، انت هتخطفها. ممكن اعرف يا حضرة الضابط انا تهمتي ايه؟ تصنيع متفجرات والتعاون مع جماعات ارهابية لتفجير المنشآت الحيوية. طب وايه الدليل على كده؟ انا بريء والله. هو انت مش بتسأل على التهمة؟ دي التهمة، انما الدليل احنا لسه بندور عليه، ولو ما لقيناهوش هنسيبك، اكيد مش هتتحب الظلم يعني. طيب ممكن اعرف مين اللي بلغ؟ مكتوب عندي في المحضر انه فاعل خير خاف يقول اسمه عشان ما يحصلوش حاجة. يا بروف، معقولة يا بروف يعملوا فيك كده يا غالي؟ معقولة؟ معقولة حضرة الضابط؟ ده البروفيسور جعفر، ده فلتة في العلوم. احنا ما عندناش هنا حد فوق قانون. معلش يا فندم اعذرني، ده أستاذي وقدوتي ويصعب علي أشوفه بالكلبوش. طيب هسيبكم مع بعض شوية. بلغت عني يا سعيد. متفجرات يا سعيد؟ أنا جعفر اللي بيحاول إنقاذ البشرية، أبقى بتاع متفجرات؟ أنت مش اتحدتني؟ اشرب بقى، لازم تتعلم إنك لما تدخل معركة مع حد تحسبها قوي قبلها يا بروف. وأنت مش بتاع كيميا برضو؟ مش عارف إنك لما تحط عنصرين لازم يبقوا قد بعض في القوة، وإلا القوي فيهم هيمسح الضعيف. جعفر من غير بروف. طلباتك إيه يا سعيد؟ ما عنديش غير طلب واحد، عايز مكونات فيتامين واو. عايز تعمل الفيتامين عشان تخرب العالم؟ عمري ما هسمح لك تعمل كده لما تشوف حلمة ودنك يا سعيد. يا حضرة الضابط، يا حضرة الضابط. أيوة تفضل خدني على الزنزانة، أنا مش طايق الشخص ده ولا عايز أشوفه قدامي. اركبي معانا، اركبي معانا من سكات. ايه ده؟ انتو مين وعايزين مني ايه؟ كده بس، ولا حركه ولا نفس، اي كلمه تانية هنضربك بالنار. اركبي. بس بقى يا جماعه بلاش الحركات دي، قولوا لي بقى الكاميرات فين. حركات ايه يا نسا؟ انا بهددك. هو ده مش برنامج رمضان ولا ايه؟ رمضان ايه، احنا عصابه، بقولك احنا ناس خطره. يعني عصابه بجد ولا رامز جلال؟ ها ده انا اللي هوريكي النجوم في عز الظهر. يا ماما. اركبي. الامانه معانا. الو، ايوه يا دكتور عظمة، انا عملت زي ما انت قلتلي بالظبط، خطفت يسرى. بس بقولك ايه، لو حد من رجالتك لمى الشعره منها انا هيبقى ليا موقف تاني. جرى ايه يا محي؟ ما تخافش، يسرى متوصي عليها جامد، بس انت قلتلهم بعد ما يخطفوها هيودوها على فين؟ في شقه هنا في اول فيصل. اول فيصل يا ابني، الناس بتخطف الناس تخفيهم خالص، توديهم طرق زراعية صحراوية أي خرابة. وانت بتقولي أول فيصل، ما فكرتش توديها ليه جنينة الحيوانات وتخلص؟ انت بتكلمني كأني مسجل خطر يا سيدي. المرة دي أول فيصل، بعد كده نبعد شوية مدينة نصر، بعد كده التجمع الخامس. يا دكتور عظمة واحدة واحدة علي، الله يخليك، ده انت يا دكتور الأصل واحنا تلاميذ في الفصل. كتاب كيف تخطف شخص، الفصل الأول. بعد خطف أحد الأشخاص وتخبئته عليك الاتصال بأسرته أولا حتى يطمئنوا عليه. والله اللي كاتب الكتاب ده إنسان قوي، وأنا اللي كنت ظلمه. الفصل الثاني، طلب فدية من أهل المخطوف على حسب احتياج الخاطف. إيه ده؟ ولكن يراعى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. مش ممكن، الراجل اللي كتب الكتاب ده ايه، ملاك رحمة؟ يا سبحان الله. ثالثا، تهددهم بقطع صباع من رجل المخطوف على كل ساعة تأخير عن دفع الفدية. ولكن انت كخاطف مش هيهون عليك،
وبقه على الفاضي. لا ده اللي مؤلف الكتاب ده اكيد ام. ايه الحنيه دي كلها؟ جاي لك يا اجرام، جاي لك يا مافيا 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 مافيا.